مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. علق الصحفي يوسف نكا على قصة ضيفته جوليا التي صنعت الحدث في السوشيال ميديا، حيث تحسر على تصريحاتها وقدم توضيحات على إمكانية إضافة حلقة ثالثة بشروط معينة. جوليا بيسير تغيط، جوليا تغيط بزاف، مش غير مش على جال واش قالت ولا بصح شغل. أنا حوست مليح عليها يعني، ويعني مالغري الشيء اللي قالته، التصريحات كامل اللي قالتهم اللي كانوا يشوكيو، بصح والديها مازالهم، والديها وكاع افراد عائلتها، يعني كاع افراد عائلتها بدون استثناء يقولوا بلي هذه ماشي جوليا، الطفله اللي كانت باباها كان يطول، باباها يخدم ترونسبور، كان يطول ما يدخلش للدار في الليل ولا تبدا تبكي، والطفله ما تاكلش حتى ياكل خوها هذا حسام، والطفله شفت لي فيديو تاعها، هذا فيديو انتيم تاع الدار، تعنق في خوتها في عرسها وتبكي على خوتها ومتصورة مع خوتها وتلعب مع ولاد خوتها. بيسير تغيض، اون بلوس يماها كي قالت بلي بنتي راهي جسد بلا روح، هذه هي الطريقة الوحيدة باش تعرفوا صح بلي الطفلة راهي جسد بلا روح، وما لازمش ننساو تاني بلي انا نهضر على طفلة كاين احتمال كبير انها ماهيش اي مسلوبة الارادة. شوفوا في البرنامج في الحصه بالك شغل الانسان يكون شويه موضوعي، بصح شغل كي تخمم هكذا بعقلك، انا نهضر على طفله ما بانتش عندها 8 شهور، لو كان ماشي البرنامج ما تبانش، وبالك لو كان ماشي البرنامج، لو كان جوليا ما نسمعوش اخبارها على سنوات، الله اعلم السيناريو اللي كان ممكن يصير، بصح الحمد لله بعد في البرنامج بانت، درنا معها حوار وان شاء الله انا وعدني راجلها كي يدخل الجزائر يجيبها نتلاقاو بها ومع بنتها ايتترا، بصح اكيد الطفله يلفو با طومبي دون لو بياج تاعني تاع واش راكو تشوفو واش راهي تبارطاجي عليها، يلفو با طومبي دون لو بياج باسكو الطفله شغل ما فيهاش والو، يعني والو حس، هل هذا الامر طبيعي؟ وانا كي درت معها الحوار مع جوليا كان ماشي زعما حاجه سهله، ولا ما كانش سهل الحوار مع جوليا، مع لي ريبونس اللي كانت تمدهم، وجوليا درس لكل البنات ولكل الامهات ولكل الاهالي، صدقوني غير درس لا ينسى كاع. الحوار معها كان صعيب، هي الى روماركيتو انا كانت هي تمد في اجاباتها، ما كنتش نحبس عند اجاباتها باسكو ما كنتش حاب خليها زعما تبرر ولا انا نبرر لها بلي الشيء اللي تقول فيها غلط، يعني انا كنت شغل نسايس فيها برك، شغل نسي نهضرها بالك اسئلتي سور بلاص ما اطروش فيها، صح الا روماركيتو كاين ان مومون وين كانت خلاص راح تبكي، كانت راح كما نقولوا تفطن، وان شاء الله تفطن بتعليقات الناس بدعوات الناس بتوجيهات الناس. وزيد انا قلت لكم عسوا اللي جاست تاعها في الحوار، شغل غريب، وزيد ماشي غير جوليا اللي تغيض، والديها البارح قدموا درس في الدرس، مش هذا مهدي، ماشي مانيش مايل جهتهم ولا، بصح والديها قدموا درس شغل يكذب عليك، حب الأم وحب الأب، وفاء الأب وفاء الأخت وفاء ليس لهم مثيل، ما لقيت واش كانت تهدر واحد اخرين بل كانوا قادرين يتبرأوا منها، بصح يماها قالت لكم في بداية الحلقة بلي أتوقع أنه بنتي تقول هداري ضدنا، شوفوا كيفاش كانوا يعبروا لها، شوفوا كيفاش كانوا يقولوا لها نحبوك وما نسمحوش فيك، بالعكس هذا أنا التملح ميشوك، شغل الأهل تحقد من الدرس، هذا لا يعني أنه أسامة ما يحبهاش ولا أسامة باش أو يشوف دركة، صح الأهل حب لا يقدر بثمن، لازم تكون حلقة ثالثة فيما يخص قضية جوليا ويكون فيها أب أم وأب جوليا وجداتها وخوالها لأنهم طرفون في القضية. أنا ما نديرش هذه الحلقة أنا ما نديرهاش هذه الحلقة إلا بشرط واحد، أنه جوليا تصالحي معها، هذا السبب الوحيد اللي خليني نعاود ندير برنامج واحد آخر، لأني أنا نعاود ندخل هكذا في هذه المهاترات العائلية. ما أنا علاش هضرت على المهاترات العائلية؟ لأنه على بالنا بلي في الجزائر كاع عندنا مشاكل هادو تاع الورث وتاع هاد المشاكل، يعني وين الأطفال يشاركوا في خلافات تورث أجيال جيل بعد جيل، ولاد العم حاقدين على ولاد العم، ولاد الخال على ولاد الأخ،
الاخوه بين بعضهم حاقدين على بعضهم يورثوها لولادهم وشوفوا النتيجه وين تروح. النتيجه مدمره كما قالت الاخصائيه جيلا بعد جيل. بالك جوليا ما كانتش حتوصل لهذا الموصل لو كان ماشي هادو يعني. و يعني فوالا بلا ما نكملوا في التفاصيل تاع الخلاف بين ام جوليا وجدها، احنا علاش اشرنا ليه؟ اشرنا ليه الى انه ممكن دراري صغار في ديارهم كي كل واحد مع دي باباه ولا مع دي خوه ويشوفوا ولده صغير يشوف هذه الاشياء، ممكن هذا الطفل الصغير قدسيه العائله تهتز في راسه انه كيولي يقدر يربح لعيب الخوه ولا اليمه ولا الجده ولا خالته بسهوله. على بها اشرنا ليه بدون الدخول في التفاصيل، لانه قلت لكم الغايه الاساسيه من البرنامج من الحلقه هذه هو معرفة مكان جوليا ولقاء جوليا مع والدتها ومحاولة إصلاح حتى إصلاح علاقة أسامة مع نسابه. كل شيء ممكن، وين يكون الخير الإنسان يسي يسعى له ويسي يمد العبرة. هذا هو العبرة للناس اللي عندهم دوك ولاد. للأسف راني نشوف فيها ماشي نورمال وحدة تهضر على أهلها وإخوتها بهذيك الطريقة. جوستومون طيب بون، هي انا يجوني انا في البرنامج حالات هكذا تاع الابناء يحبوا يقولوا فضائع على والديهم، فضائع حتى في الشرف. انا ضد هذه العفسه من جامي درتها. بالصح الكلام كان قاسي، صحيح الكلام كان قاسي، بالصح كان الطريقه الوحيده لاثبات انه الطفله بالضبط كما وصفتها يماها ماناش نقولوا صحيحه 100% ولا باباها صحيح 100%، بالصح الطريقة الوحيدة لإثبات أن الطفلة فعلا جسد بلا روح هي أنها كانت تهضر مش غير على إمها، هي تهضر غير على إمها في الخلاف، بالصح قطعت نهائيا جميع أفراد عائلتها بشكل مخيف بشكل مريب. دوك إحنا أي وحدة تقولنا نسمح في دارنا خلوها. هل سيكون هناك حلقة أخرى؟ كاين ألاف الرسائل والاتصالات اللي راهم يعيطوني يقولوا لنا تزيدوا ديروا حلقة أخرى، جيبوا الأهل، ديروا كذا. أنا نتفهم رغبات المشاهدين، مرات المشاهدين عندهم وجهة نظر، عندهم رأي، بصح ما عدد الحلقات، عدد الحالات اللي حابين يفوتوا وعدد المواضيع اللي كاينين اللي راهم جايين اتسيتيرا كبير بزاف، يعني ما نقدرش نزيد كل مره لانه كل حلقه محسوبه. كل مي وشنو اللي كاين اهم من الحلقه؟ اهم الحلقه انه نتلاقاو مع جوليا، هذا اهم من الحلقه، ومن بعد ساهل الحلقه وان شاء الله. بيست برودكت وفرت لكم منتوج راه داير حاله في السوق والتعليقات راها شاهده على ذلك. لوفينا الغنية عن التعريف، الكثير من النساء يعانون من مشاكل وتقصف الشعر والشعر الجاف وضعف ونمو الشعر وكذلك القشرة. لوفينو اللي فيها 4 قطع، فيها شامبوان وبلسم وماسك وسائل، وهي غنية بفيتامين B5 وBE، واللي راها بسعر جد معقول مقارنة بجودة المنتج. لطلب ما عليكم إلا تتواصلوا مع صفحة بيست برودكت في الانستغرام، والرابط راح تلقوه في صندوق الوصف. بإعلاناتكم على باخة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.